وفي جنوب غرب تيما بستين كيلومتر نرى نقش للملك نابونيد راكبا حصانا حمدانيا عربيا ملجما بلجاما حارا. هذا اللجام الحار في لجام بارد وفي رشمة، وهذا يدل أن اللجام الحار هذا يستخدم للخيل الجامحة القوية، موجود حتى في ذلك الزمن قبل 2600 سنة. واختار الحصان الحمداني كما ترون رأسه ورقبته، هذه مواصفات الخيل الحمداني وليس الصقلاوي أو الكروش أو العبيبنات أو العبيات، لأنه هو أقوى ما يتحمل في الحروب وليس للاستعراض الجمالي، وما زال للخيل التحمل والمسافات الطويلة تستخدم الخيول الحمدانية. وكما ترون فإن الملك البابلي جادل لحيته كطريقة ملوك بابل وجامع شعره خلف خوذته راكبا الحصان بطريقة العدو، ومعه صوتا بيده اليسرى يضرب فيه على قطاة الحصان ليحثه على المشي. أيضا هذا الحصان مجدول الذيل، شوفوا الاعتناء الشديد، وكما ترون فهو رسم متقن جدا، حتى الحوافر دقيقة ومتقنة، والحصان ذا يعتنى فيه، له أحذية الحوافر وليس أي حصان. وهذه التعويذة ربما، لأنهم قديما يرسمون التعويذة قبل الحرب، لكني أنا أرى أنها رسمت بعد تخليدا لحادثة، لأن هذه تحتاج وقت بالإزميل لرسمها، ولم يرسمها كتعويذة قبل ما يبدأ الحرب، فهو أتى إلى هذه المنطقة. لماذا؟ لأن درب البخور يمر قريبا من هنا، احنا في جبال سرمدة وجبال خشيبوات بين دادان اللي هي العلا وتيمة ودومة الجندل، وأيضا شمال غرب باتجاه البدع الطريق الذاهب إلى حوض النيل والطريق اللي رايح لدومة الجندل، أدمات قديما إلى باب